فإذا الآن سنقبل مع خاصية الـ pagination، وهذه الخاصية تقسيم عدد العناصر الموجودة إلى صفحة لصفحات أن تظهر في صفحات عدة. يعني لدينا هنا مثلا 30، أريد أن 10 أن تظهر في كل صفحة أو 5 أن تظهر في كل صفحة على سبيل المثال. فهنا سنقوم بإضافة عدد الصفحات. فإذا هذه الطريقة التي أريد بناء فيها هذه الكومبوننت. فبالتالي هنا بالصفحة الرئيسية للارتيكل بالبيج هنا سأقوم بإضافة هنا أدنى المين، أو بداخل المين يمكن أن نضع هنا الباجينيشن. طبعا هذه الكومبوننت لم أقم بإنشائها بعد، ففي الآلة سأقوم باستيرادها. فهنا سنقوم باستيراد خاصية الباجينيشن واسمها سيكون باجينيشن، وبالتأكيد هنا سأقوم بإنشائها. فسنذهب إلى الكومبوننت وسنقوم بإنشاء الباجينيشن دوت جي اس. سأقوم بنسخ الأشياء من هنا من فقط مجرد نسخ، وهنا فقط سأقوم بمسح كل شيء بهذا الشكل. الآن سأقوم ب تحسينه، لا أحتاج بالتأكيد فلتر بوكس ولا أريد هذا. الستايل سأقوم بإنشاء ستايل خاص بالباجينيشن، الآن سأنشئه. وبخصوص صفحة الباجينيشن سأقوم بإضافة فيها ديف تاج، سأضع فيه كلاس نيم الذي سيأخذ الستايلز باجينيشن، وهنا سأكتب مثلا واحد فقط على سبيل المثال. جيد، لننشئ ملف الستايل فسنذهب إلى styles pagination.module.css، وهنا سأكتب للpagination هنا سأكتب margin 1 rem، أعطي بعض من الرم المارجن top bottom text align center. أيضا أريد أن أضع بداخل الpagination هنا link، الآن link للصفحات، فسأجعل لها الباك جراوند، سأضيفها بشكل سريع هذا الستايل، يكون هكذا الباك جراوند لها. سنضيفها display inline block ومارجن ليفت نصف رم، وأيضا نفس الشيء بالنسبة للرايت حتى نبعدها عن بعضها بمسافة نصف رم. نضيف بعضنا البادينج، جيد، ونضيف border radius. يفترض أن أكتب الباجينيشن ثم أقوم بالستايل، لكن الستايل فعليا ممل بالنسبة لي فأريد الانتهاء منه الآن. فإذا هذا بالنسبة للترانزيشن، ولأننا سنضيف لها هوفر إفكت، فعندما يكون هنالك هوفر فأنا أريد الباك جراوند تصبح هكذا. أيضا بالنسبة للصفحة الحالية أريد أن أضيف لها ستايل اسمه أكتيف بيج، وأعطيه color primary. وهكذا ننتهي فعليا من موضوع الستايل الممل، وسأغلق الملف. فإذا هذا هو ملف الستايل الباجينيشن، فإذا تم إغلاقه بنجاح. ملف الباجينيشن ها هو. ما الأشياء التي فعليا سنقوم بوضعها في هذا الملف؟ فكما اتفقنا نريد أن نضيف هنا A tag. هذا A tag سأضيفه بطريقة link JS، link next JS. فإذا from next link، جيد، وهنا سأقوم بإضافة هذا اللينك. هذا اللينك سيحتوي أرقام الصفحات، يعني بهذا الشكل، أن يكون مثلا هنا لدينا صفحة 2 صفحة 3 هكذا، فبهذا الشكل. طبعا اللينك يجب أن يكون لديه href، فمبدئيا سأضيف له هذه الhref، وهنا سيكون أرقام الصفحات. طبعا هذا سأغيره، لكن فقط أريد أن أريكم الفكرة. فإذا الآن لو ذهبت إلى المتصفح لأرى النتيجة، فإذا تحديث لن يحدث أي شيء، والسبب بسيط جدا، أني لم أحفظ صفحة البيج هنا. فالآن ستجدون هذه الصفحات، فإذا ها هي ظهرت لدينا. طبعا الستايل لم يطبق لأن بكل بساطة كتبته هنا بشكل خاطئ، فإذا باجينيشن، فإذا يفترض الآن أن يظهر الستايل. فإذا الآن نعود، فإذا ها هو. فإذا فعليا طبعا لم أقم بضبط الفكرة اللينك، لكن الفكرة واضحة الآن. أصبح لدينا هذا هو الباجينيشن، نضغط على واحد تظهر لنا مثلا 10 مقالات، 2 10 مقالات التي بعدها، وهكذا. لكن فعليا كيف يمكن أن نطبق هذا؟ ف
فعليا برأيكم كيف يمكن أن نطبق هذا؟ بكل بساطة يمكن أن أحصل على عدد الصفحات من المكان الذي فعليا أقوم بإضافة له الكومبوننت الباجينيشن. فإذا هنا مثلا يمكن أن نضيف number of pages وأكتب مثلا 6، الآن سنحسبها لكن مثلا 6 سأقوم بالحفظ. فإذا الآن من البروبس هنا سأجلب const number of pages from props، وبالتالي هنا أحتاج أن أقوم بعرض هذا حسب عدد الصفحات الموجودة، صحيح؟ فكيف يمكن أن أبدأ بذلك فعليا؟ يمكن أن أنشئ array من عدد الصفحات من مثلا من 1 to 6. فكيف ذلك؟ فسأكتب هنا const pages وسأستخدم خاصية بجافا سكريبت اسمها array from، وأريد length الخاص بهذه الأري يكون length number of pages، وأيضا أريد أن يكون يعني هل يبدأ الإندكس من 1 وليس من 0. فإذن الآن لو قمت بconsole.log للبيجز يفترض أن يظهر لي array من 1 to 6. طبعا هل سيظهر هنا برأيكم؟ فإذن يفترض أن تعرفوا الجواب. طبعا مرة أخرى نحدث، هل يفترض يظهر هنا؟ لا، طبعا الجواب هنا سيظهر. فإذا لاحظ ظهر لي array من 1 to 6. طبعا طالما ظهرت لي هذه array فيمكن أن أعمل عليها الآن. فإذا بكل بساطة هنا بالباجينيشن يمكن أن أكتب التالي pages إذا كانت موجودة لدينا هذه التي أنتجتها، ثم pages.map، ومن كل page فأنا أريد فعليا أن أقوم باستعادة لينك. فإذن دعوني أكتب هكذا أفضل. فإذن أريد أن أجلب لينك من هنا هكذا، أمسح اللينك الباقية. وطبعا بالماب كل عنصر يجب أن يكون له كي، فيمكن أن أعطي الكي هو رقم البيج. وأعتقد هنا رقم الصفحة سيكون هو أو عنوان اللينك سيكون رقم الصفحة. فأعتقد هكذا واضح. فإذن الآن سيظهر لي هنا 6، يفترض 6 تحديدا كما زودته. نأتي هنا لموضوع الرابط، يعني ما هو الرابط الذي عندما أنقر إلى هنا ما الشيء الذي سيحدث؟ بداية علي أن أحدد الرابط الرئيسي. الرابط الرئيسي هو رابط الارتيكلز. فبالتالي هنا بالإتشرف هذا سأحولها لأوبجكت، سأعطيها الرابط الرئيسي الذي يفترض أن يكون الارتيكلز، لكن أنا فعليا أريد أن هذا تكون يعني هذه الكومبوننت الفاجينيشن أريدها أن تعمل بكل مكان ليس فقط بالارتيكلز. إذا أردت مثلا تطبيقها بشيء آخر فيمكن أن أخذ من البروبس أن أعطيها المسار الرئيسي بهذا الشكل، وبالتالي هنا أعطيها المسار الرئيسي عند استخدامها. فأنا أريد المسار الرئيسي أن يكون articles. فإذا لنعود لموضوعنا. فإذا هنا المسار الرئيسي هنا سيكون هو نفسه المزود من and props. فإذا انتهينا. الموضوع الثاني أنا أريد أن أحصل على أريد هنا أن أضيف query، وبهذا الكويري أريد إضافة الصفحة، يعني الصفحة التي ينقر عليها. إذا نقر على 1 أريد أن يظهر هنا في الرابط هنا في الأعلى 1. ولماذا؟ لأن هذا الرابط يمكن أن يحصل عليه السيرفر ويرسل لي الارتيكلز الموجودة في الصفحة رقم 1، جيد؟ فبالتالي أنا أمرر من الكلاينت للسيرفر عن طريق الرابط، عن طريق الكويري، نفس الطريقة السابقة التي استخدمناها بالفلتر بوكس. فإذا هنا بالنسبة لهذا الكويري سأضيف ماذا سأضيف؟ نسيت أنا، سأضيف البيج هذا، فعليا البيج التي ستكون هي كويري البيج الذي يكون هكذا، جيد، الذي يكون رقم الصفحة التي يتم النقر عليها. فإذا الآن لنرى، يفترض الآن الأمور تعمل، أنا فقط أريد عندما أنقر أن يظهر لي في الأعلى كويري بيج، وفي 1 or 2 مثلا نقرت على 4 لاحظوا ظهر لي كويري بيج يساوي 4 مثلا 5 ظهر لي 5. فإذا المواضيع تعمل جيد جدا، لكن لاحظوا أن مثلا بصفحة الارتيكلز احيانا نحن نبحث عن تيرم معين، وبالتالي هنالك كويري اخرى موجودة
بالصفحة، فنحن نريد أن نضيف للكويري الموجودة. فبكل بساطة يمكن أن نحصل على هذه الكويري، مثلا هنا نسميها برامز أو سيرش برامز أو أولد كويري مثلا، وهذا الأولد كويري نحصل عليه من هنا من الكومبوننت أولد كويري، وعلينا أن نمرره من الصفحة رقم واحد. مثلا أولد كويري في حالتنا هنا أولد كويري يجب أن يكون هو عبارة عن أوبجكت التي فيها السيرش تاب. جيد، فماذا يعني ذلك؟ يعني بكل بساطة لو قمت أنا هنا بالبحث عن الويب وقمت بالنقر على search سيظهر لي الويب هكذا. جيد، في الأعلى يوجد search term web، لكن لو نقرت على واحد لاحظوا سيتم إضافة البيج للويب، ولن search term لن تذهب، ستبقى موجودة. ثلاثة نفس الشيء، كل شيء سيبقى كما هو لكن سأضيف خاصية البيج. فإذا فعليا انتهيت أنا، أعتقد بقي شيء واحد فقط، أن نحصل على الكرنت بيج، عفوا أن نحصل على الكرنت بيج يعني الصفحة الحالية التي فعلا يتم النقر عليها. يمكن أن نحصل على الكرنت بيج من الارتيكلز، ففعليا الآن سأقوم بتعويضها، لكن قبل أن نعوضها سأعطيها رقم، مثلا دعونا نقول 2، أن الكرنت بيج هي 2، فبالتالي هنا بالباجينيشن سنجلب الكرنت بيج هكذا. وما الهدف من الكرنت بيج؟ أن نلونها، هذا هو الهدف، أن نضيف لها كلاس يوضح للزائر أن أنت تستعمل على الكرنت بيج الآن أو تظهر الكرنت بيج. فسأضيف هنا كلاس نيم للينك الباجينيشن هنا، وسأكتب إذا كانت الباراجراف عفوا البيج الحالية تساوي الكرنت بيج. طبعا لاحظوا أنا لم أضع تريبل إشارات تساوي، يعني ثلاثة إشارات تساوي، لأني أريد المقارنة حسب الفاليو فقط. إذا أضفت هذا يعني أنا أقارن بالفاليو، وأيضا أقارن بماذا؟ value و type. لكن فعليا البيج هنا ستكون أعتقد number، وهذا ستكون string، فالمقارنة لن تكون صالحة إلا إذا قمت بتحويل أحد منها. لكن سأريح نفسي بهذا الموضوع وسأقوم فقط بالمقارنة من حيث الفاليو. فإذا كانت الكرنت بيج تساوي البيج الموجودة هنا، فأنا أريد هنا أن أضيف ستايل اسمه active page. عدا ذلك لا تضيف أي شيء. أعتقد انتهينا، سأغلق الكيرلي وانتهينا. فإذا الآن يوجد خطأ، وإذا ما هو هذا الخطأ؟ لا يوجد خطأ. فإذا لو عدنا إلى هنا، فإذا لاحظوا هنا أصبح أزرق لأنه هو الكرنت بيج. طبعا الكرنت بيج ليست هي المزودة هنا لأننا لم نقم ببرمجة ذلك، لكن هي الاثنين لأنني زودت اثنين في من هنا، زودت اثنين، فلاحظوا تم تحديد اثنين باللون الأزرق. فإذن الآن انتهيت أنا فعليا من component الباجينيشن. سأنتقل لكمبوننت ماذا؟ سأنتقل ليست كمبوننت، للصفحة الرئيسية هنا. فالشيء المطلوب مني الآن أن أعرف الكرنت بيج ما هي، والشيء المطلوب مني أن أعرف عدد الصفحات. جيد، فكيف ذلك؟ إذن هذا الذي يتبقى علينا برمجته لهذا الدرس. بالنسبة للكرنت بيج يمكن أن أحصل عليها من الرابط، نفس طريقة الحصول على السيرش برامز. فإذا السيرش برامز حصلت عفوا على السيرش تيرم من الرابط، أيضا يمكن أحصل على البيج من الرابط. طيب إذا لم يتم تزويد البيج سأعطيها قيمة افتراضية واحد. فإذا الكرنت بيج فعليا هي البيج التي أخذها من الرابط. فإذا الآن لو عدت إلى هنا، فإذا لاحظوا الآن current page 6 لأن بالرابط يوجد 6، إذا قمت بالنقر على 5 أصبحت 5، إذا قمت بالنقر على 4 تلونت. فإذا الآن برمجت current page بشكل صحيح. الآن الموضوع رقم 2، أنا أريد أن أحدد number of pages، ما هو number of pages فعليا؟ فهنا سأكتب number of pages، وفي الأعلى هنا، أين في الأعلى؟ هنا أكتب تعليق pagination functionality، وهنا سأكتب const number of pages. لنفترض أنه 5 الآن مثلا، الآن سأغيره. فإذا بداية لحساب number of pages، number of pages يمكن أن نحسبها بالطريقة التالية، هو أن نحسب كم عدد article لدينا وكم عدد الأرتيكل التي نريد أن نعرضها في الصفحة الواحدة. مثلا لو كان لدينا 30 article أريد عرض 10 في الصفحة الواحدة، ف
30 تقسيم 10 يعني يجب أن يكون لدي 3 صفحات. فبالتالي أحتاج هنا أن أحصل على items per page، كم عدد الصفحة، كم عدد الايتم بالصفحة، فإذا أنا أريد 5. أحتاج أيضا أن أعرف عدد كل العناصر التي لدي، يمكن أن أحصل عليها من الفلتر articles.length لأن لدي هنا array. وأيضا بالنسبة لل number of pages فإذا هو مجرد تقسيم، لكن أنا فعليا سأقوم بالتقريب للأعلى باستخدام matrix seal. فإذا هنا لدينا total items تقسيم items per page، تقسيم نفسه لكن أنا قربته. ماذا لو حصل مثلا لدينا نتيجة مثلا 2.5 مثلا أو 3.5؟ لا يمكن أن أعرض 3.5 pages، فأنا أقربها للأربعة بهذا الشكل. هذا هو المقصود بما math. أنا كتبت mail، إذا هنا math capital letter الM. الآن حصلت على number of pages، ممتاز. فإذا الآن يفترض أن number of pages حصلت عليه بشكل صحيح، فالذي سيحصل معي أني كتبت أصبح لدي 1 و2. لماذا؟ لأنه يبحث بالويب، فإذا الويب فيها يبدو الويب فيها صفحتين فقط من المعلومات، لكن ماذا لو حذفت الويب هنا وقمت بسيرش؟ فإذا لاحظوا كم صفحة سيصبح لدي؟ 6. يبدو أن لدي 30 تقسيم 5، لدي 30 article تقسيم 5 يعني يساوي الرقم 6 صفحات، لكن لم تظهر هنا الارتكلز كما نريد. فعلي أنا فعليا الآن أنا أقوم ببرمجة، البرمجة الأخيرة بموضوع الباجينيشن هي أن هنا نريد أن نحدد طريقة عرض الارتكلز. فالطريقة هي كالتالي، بكل بساطة أنا أكتب هنا articles for page التي أريد عرضها في الصفحة الواحدة، هي نفسها الفلتر articles لكن سأستخدم طريقة array slice. slice تحتاج يعني لعرض مثلا 5 عناصر من array مكونة من 30 عنصر، فأحتاج هنا أن أحدد العنصر index العنصر الأول وعنصر الindex الأخير. يعني أنا أريد مثلا من هذه الأري أن تعرض لي من الindex 5 للindex 10، فسيتم عرض بهذه الطريقة. وبكل بساطة هنا في الأدنى يمكن أن أزود هنا بدلا من filter articles أزود articles for page، أعتقد اسمها articles for page، نعم. لكن هنا ليس لدي start index ولدي ليس لدي end index، فعلي أن أقوم بجلبه. فإذا لنجلبه، فإذا start index هو الصفحة الأولى، يعني الصفحة الأولى هي ماذا؟ هي نفسها الصفحة التي نقرأ عليها الزائر. مثلا الزائر نقرأ على صفحة رقم 1، فإذا 1 - 1 يساوي 0 ضرب items per page، فإذا الرقم يساوي 0، فإذا start index سيكون 0. مثلا لو قام بنقرأ على 2، صفحة رقم 2 - 1 ضرب items per page، فإذا start index سيكون 5. لو مثلا نقرأ على 3 - 1 - 2 ضرب 5 - 10، سيبدأ من إندكس 10. أما بالنسبة للإند إندكس، إند إندكس بكل بساطة هو نفس الستارت إندكس بلس الأيتمز بير بيج. فكر فيها، يعني إذا كانت صعبة قليلا فهم هذا الموضوع فكر فيها، منطقي جدا، منطقي جدا هذا الموضوع. أن أنا أريد فعليا 5 مقالات في الموقع في الصفحة، فإذا حصلت على مثلا ابدأ من رقم 10، فأين ستنتهي؟ ستنتهي ب10 + 5، صحيح؟ يعني 15، يعني واضح. فإذا الآن أعتقد كل شيء تمام، فإذا نعد للتجربة. فإذا لاحظوا هنا ظهر لدينا 6 صفحات، طبعا لو مسحت كل شيء هكذا نلاحظوا بهذا الشكل. الصفحة رقم 2 سيظهر شيء جديد، الصفحة رقم 3 شيء جديد، 4 شيء جديد، 5 شيء جديد، 6 شيء جديد. أيضا مع البحث لو كتبت مثلا تصميم مثلا وقمت بالنقر على search، أيضا بالsearch سيتم pagination لهم. طبعا لاحظوا لو كتبت مثلا جينجو، لاحظوا جينجو search لا يوجد أي عنصر، طبعا لاحظوا لا يوجد أي عنصر بخصوص جينجو، فلأن جينجو هي capital letter، طبعا لاحظوا صفحة واحدة. طبعا بالتأكيد يمكن أن تغير بالسيرتش هنا بالإنكلود، يعني هنا بالنسبة للفلتر، أين هو الفلتر؟
هنا في الفلتر أن تقوم ب، وهنا يمكن أن تعدل عن ذلك بجعل التايتل هنا to lowercase بهذا الشكل، والسيرش تيرم أيضا to lowercase حتى تجعله case insensitive. فإذن الآن لو أنا قمت بالبحث عن جينجو، عفوا البحث عن جينجو، هل كتبتها صحيح؟ نعم، مرة أخرى لم يظهر، نعم ظهر، ها هو. فإذا لاحظوا لأنني قمت بالبحث، قمت بتحويل هذا لللور كيس وأيضا هذا لللور كيس، فنجحت العملية. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم. فعليا تعلمنا كيفية إنشاء الباجينيشن، يتم إنشائها بنفس الطريقة صدقوني، يعني حتى لو أنت ليس هذا درس تدريبي، يعني أنت يمكن أن تستخدم نفس الكود بمشروعك. الفكرة أن نحن الآن نستخدم الري بالتأكيد، بالمشروع الحقيقي لن يكون هنالك الري، ولذلك فكرت أنا بتحويل بإنشاء API باستخدام Next.js الجديدة. ربما بعد قليل أقوم بتسجيل فيديو حول ذلك، لكن حتى لم أحدد تحديدا الآن كيف سنقوم بأد and delete and edit الارتيكلز الموجودة لدينا، لأننا ما زال لدينا يعني عمل كبير، وظيفة كبيرة بجعل هذه لنتمكن من إضافة ارتيكلز، حذف ارتيكلز، تعديل ارتيكلز، وعرض الارتيكلز. فإذا نحتاج عمل لهذا الموضوع، لم أحدد طريقة بعد، لكن ربما نتوقف قليلا لإنشاء API مصغر لكيفية لتعلم كيفية إنشاء API بنسخة Next.js الجديدة، زائد أننا نقوم بمحاولة فصل اللوجيك الذي يعني نقوم بإنشاء مثل فاصل بين الفرونت اند التي لدينا بنكست جي اس والباك اند التي سنقوم بالوصل معها لاحقا من خلال هذا الاي بي اي. اعرف ان ربما كلامي غير واضح وصعب قليلا، هذه الفكرة صعب قليلا، لكن اذا استمريت بها فيمكن أن أوضح لكم كيفية القيام بهذا الموضوع بشكل أفضل. فإذن هذا كله لهذا الفيديو، نلتقي بالدرس القادم، مع السلامة.